شو عمل بعدين سيد إسلام؟ جبت جماعتك على سنتر وعمرت جامع؟ طبعا دكتور طبعا، صاروا 20 جامع. ونزلت أسعار البيوت بالسنتر؟ كل الأحياء اللي جماعتي استوطنوها نزلت فيها أسعار البيوت تحت الأرض. طيب أنت ضروري تسكن جماعتك كلهم في مكان واحد يا أخي؟ وزعهم بالبلد، شوي هون وشوي هونيك. بدك نخرب البلد كلها دكتور؟ وليش كثرة الجوامع؟ هذا الحي صار فيه 10 جوامع. لسببين دكتور، أولا لأنه تعمير المسجد فيه أجر كبير للمسلم، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. مو على أساس بالجنة راح تلتغي الصلاة وتكونوا مشغولين ليلا ونهارا مع الحور؟ ولك ايه ما راح يكون في صلاة. والسبب الثاني شو؟ السبب الثاني استعماري. كيف يعني؟ الرسول اعتبر المساجد علامة على إسلام أهل البلد، ومشان هيك مطرح ما كان يدعس بيعمر جامع، ونحن كمان هيك كل بلد نفتحه منعمر فيه جامع، ومن هذا الجامع بننطلق حتى نفتح البلدان المجاورة. يعني بناء المسجد هو وضع شعار الإسلام في بقعة أرض، وكأنه واحد عم يقول نحن هنا. ايه نعم نحن هنا، شاء من شاء وأبى من أبى. وضروري تعمر الجامع بحد الكنيسة سيد إسلام؟ لسببين، أولا هاي علامة الأخوة والعيش المشترك دكتور. ليش أنت بتعرف شيء اسمه تعايش مشترك؟ وشو هالتعايش إذا كنت تتهم الناس بالكفر وتنظر لهم كطبقة أدنى منك؟ شو خص هاي بهاي دكتور؟ أنت بتعزي الحيوان تبعك بس ما بتساوي بنفسك، مزبوط؟ تضرب أنت وهيك مثل، فعلا أنك لئيم. ما بدك تعرف السبب الثاني دكتور؟ الأول وقاحة والثاني أكيد قباحة، سمعنا لنشوف. السبب الثاني يا سيدي، المفروض الجامع يكون أعلى من الكنيسة وتظهر فيه هيمنة الإسلام على أهل الكفر. وبالغرب بتسمح لك الدولة تعمر جوامع قد ما بدك؟ أوه بيساعدونا ويعطونا تبرعات، وعم نشتري منهم الكنائس بتراب الفلوس ونحولها لجوامع دكتور. وليش بتشتريها وتحولها؟ العمار أفضل. لا دكتور لا، هيك نضرب عصفورين بحجر واحد، منه بتنقص الكنائس ومنه بتزيد الجوامع، والهدف انه تصير الجوامع اكثر من الكنائس. وشرعا مسموح تحول الكنيسة لجامع؟ ايه نعم، عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعة لنا، يعني كنيسة، فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. شايف كيف دكتور؟ مضمض تموا بالمية مشان يرشوا على الكنيسة ويطهروها من النجاسة وتتحول لجامع. آه يا حبيبي يا رسول الله، يا ريتني اشرب المية اللي بتتمضمض فيها. آه يا رب احفظني من الجنون وخلصني من هذا الأهبل المجنون.